مارك زوكربيرج اللي أسس موقع فيسبوك ما كانش متخيل أبدا إن مشروع اللي هو عمله ده أو الموقع اللي هو عمله هيستخدم في الثورات العربية وإسقاط الأنظمة. بس عموما المصريين كشفوا إن هم يقدروا يعملوا حاجات كتير جدا بهذا الموقع فيسبوك. 10 سنين مرت على إنشاء موقع فيسبوك. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم تاني. منذ 10 سنوات لم يكن أحد يتخيل أن يحل موقع ما اهتمام الملايين حول العالم ويصبح جزءا لا يتجزأ من أنشطة حياتهم اليومية. لكن موقع فيسبوك استطاع تحقيق هذا، بل واستطاع أيضا صناعة التاريخ حين كان أداة المصريين للحشد لثورتهم في 25 يناير. وكشأن أي ابتكار جديد تباينت آراء المواطنين حول الفيسبوك. أنا شايف إن الفيسبوك الفترة ديت يعني خد شهرة كبيرة قوي عن زمان، وهو أصلا كان السبب في اللي حصل في 25 يناير وكده. بس شايف من بعد 25 يناير كل اللي حصل فيه غلط. كل واحد عايز يجمع ناس، بيعمل صفحة، بيعمل أي حاجة، بيقوم جاي مجمع الناس وهو قاعد في بيتهم يهيج الشباب وخلاص، وكله ينزل يتخانق ويضرب ويكسر، هو قاعد ما بيعملش أي حاجة. فالفكرة إن ده ليه مميزات وليه سلبيات. مش شايف إن في حاجة إيجابية في الفيس حاليا. احتمال كان زمان، بس دلوقتي ما بقاش في أي حاجة إيجابية، كله بقى كلام وكذب وروم، يعني إشاعات كتير قوي، وبقى بيلخبط اكتر ما هو بيفيد. بالنسبه لي الايجابي فيه انه بيخلي ناس تقريبا تتواصل اكتر مع بعض او نعرف نوصل لبعض اكتر من الاتصالات العاديه. السلبي فيه انه يعني ممكن يبقى فيه حاجات ضاره، انه زي قرصنه او الناس بتاخد اكونتات ناس او بيعملوا هاك لاكونتات ناس وبيستغلوا صور او حاجات زي كده كتير. لو استغلناه كايجابي اوكي بينجز معانا كإيجابيات، لكن إحنا كعالم ثالث بنستغل كل حاجة إيجابية بنصنفها للطريقة السلبية. يعني الفراغ الجامد خلى الشباب بيقبلوا على الفيسبوك مش علشان يتبادلوا المعلومات، لا دول علشان مثلا يتناقشوا في مواضيع تكاد تكون لا ما بتقدمش، فهو الفراغ يقرب الناس من بعض أكتر. بس في ناس دلوقتي ممكن مثلا تقعد تتكلم مع من يعني عليه، وممكن لدرجة إحنا ما نشوفش بعض كويس، فكل وقت هو بقى إدمان، فيسبوك بقى إدمان دلوقتي. لم تكن نية مؤسس موقع الفيسبوك أن يستخدم موقعه لإطلاق الثورات، لكن المصريين كشفوا عن إمكانيات أكبر للموقع، وربما يكون هذا هو الحدث الأهم في سنوات الفيسبوك 10.